حلوى فهم أناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم فالشمس تبحر للعينين وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يعمون تصلح نوب العلوم فالمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على ابي بك خير الخلق كلهم فالمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية أتى رسلها مبهرة فإنما تصلت من نوره فإنه شمس فضل كواكبها يذهبن أنوارها للناس بالظلم حتى إذا طلعت بالأفق أمره هدى العالمين وآية إلى الأمم أكرم بخلق نبي إذا مشتمل بالبشر متصم كالزهر في الترف والبدر في الشرف والبحر في الكرم والدار في كأنه وفد في جلالته بأسكار حين تلقاه وفي هشم كأنما لؤلؤ المكنون في سادته قال القول كلالا عند رؤيته كأنما نظر للشمس من أمامي لقيم ياكل شوفا كما عزمه طوال منتشق منه ومنتزم أبان مولد أنت بأنصره يتيب منه ومقتسم دم تفارس فيه الفرس أنه مقتدر بحلول الباس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدر كشمل أبي كسرى غير ملتئم والنار حامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائمة فمن وساوت أن غدت بؤيدتها ورد واردها بالغيب النظم كأن بالنار ما بالنار من بلد هدى وبالماء ما بالنار من برم والجن تاتف والأنوار ساتحة والحق يبحر من معنى ومن كلم عم وسام من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المراجع لم يقم وبعد ما آيات في الأرض من شهور بمقدد وحمم في الأرض من سلم حتى غدا طريق الوعي منعزم من الشياطين يقوى إثر منعزم كأنهم عرف الأقوال أبرهت أو أسكروا بالعزم راحت نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذا موسى بهم من عشاء ملتقم
عن تجاوات الأشجار ساجدة تمشي إليه على سبيل بلا قدم كأنما سترا سترا لما كتب فروعا من مليء الخادم اللقم كرم أمك النصارى سائلة تبقيها كواتيش الهديد أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القاسم وما هو الوار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار العالم فسلق بالغير وسلق لم يرم وهم يقولون ما بالغير من علم دم الأمام والدم الأكبر تعالى خير البرية لم تنشر ولا تهم بقرية الله أمنة مضاءمة من الدوء والأنهار من الهتم قسمني واستجرت به إلى وقت الجوار من الهدى يقدر وظلت خاصت إلى الدارين من يده إلا صلمت على من غير ما صلم تكن خير الغاية بالرياء إن له حتى إذا نامت العيلة لم يرني وذاك إلى بلوغ من نبوته ينكر فيها لمعتلم تبارك اللهم وارم بمكتسب ولا نبي على غير بمتهم لم أبرأ واسفا باللمس رأته وأطلق عارفا بالإبقة الأمن وحيا به سنة شقاء شعوته حتى أكره في العصر الدهن بآل دين أو خلت البداء بها سيب من اليم أو سيل من العرم لما شكى الله كلا وقال له على رغى فأدت عبد من رزق أمانتها بإذن خالق أهل الناس غنام وقل إنسان غلالا للسلس ولو أمائنا بالرد العظيم الأكرم والنقل باسقة تجلق لايدها مثل البار على الخدين والعلم وفرق الناس داو الخلق وانبعث إلى المكارم نفس النفس والبهم بات آية النبي فقد ألقى مفاقما من أب مفاقم وللمهابر الشعر من مدابه هي المواهب نفس الناسيم ولا تقل لي بما زنلت جيدا فما يقال لفضل الله إلا بكم لولا الهداية كان الأمر داني ووازفي آية له زال دور نار قيل الليل على حلم قدر ينجل حسن وهو منتهم وليس ينقص فجر غير منتهم أما تتاول أمل مديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيوخ آية الحق من الرحمن قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المآد وأناد وعن إرم تمت لدينا مخرج كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تضن من شبه لذي شقاق ولا تبقين من هكم وعرف حق إلى عدم حرم هذا العدل إلى ملقيا سلم
كربلاء وتؤدى ومعاربها رد الغيور رد الجميع للهرم أمالك رد الله في مدد فوق جوهر فما تؤد ولا تسع عجائبها ولا تسام على الاكثار بسلام فربها حين قد هبقت له لقد ذهبت بامر الله فاعتزني ان تطلع خيبه من نار نار لنا ادفعت نارا لنا من مثل الشبيب كانها لهول كم يطلب وجهه من الوساد وكالجوه كالهمم وكالصراط وكالميزان مادلة فالحسد من غيرها بالناس لم يظن تجدا لأسود الله ينكرها تجاولا وهو أعين الهدي بلبانه تنكر أن ضوء الشمس من وينكر الفم كل المهم فإن مريم ملعفون ساعته زايا وفوقه ظل مقير وصمي ومن هو الآية الكبرى للمعتبي ومن هو نعمة العظمى للمعتمد سريت من حرم ليلا إلى حرم تمسك البدر في دليل وبيتك القى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسل تبليغ محكوم على خدمي وأنت تخترق سبع تباهبي في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوال مستبك من الدنوب ولا مدخل مستلم حتى كل مقام بالإضافة إذ مبيت برفي مثل مفرد العالم كما تقول لك وصل أي مستجر للعيون وسر أي مكتم فأوصى كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدهم وجل من دار ما ولت من ركب وعز إيراك ما ولت من نعم بشرى لنا ما شرى الإسلام إن لنا من الإناية ركن غير منعدم لما دعا الله دائما لقاءته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم قلوب الهدى أنبار بفتيك نبتي أجفل مفلا من العنم هذا لا يرضاهم في كل معترك هتاك بالقلة على ودمي ودل إلى ربك يبت نبي أشلى أشال أجمع إقباني والرقمي تمضي ليالي ولا يدرون عدتا لم تكن من ليالي الأشهر الحرمي كأنما دين ضيف هل ساهد بكل قام إلى يوم العيد قرمي تجر بار خميس فوق سابعة جميل موت من الأبدال الملتزم من كل منتدب لله منتسب يسلو بمستسل للكفر المستلم حتى عدا ملة الإسلام وجب من بعد غربتها مسجولة الرحيم مقبولة أبدا من أم خيرها وخير بال ما لم تهتم ولم تهم والجبال مسل عنهم مشاتمة ما لها منهم في كل موت كرم وسل هنينا وسل بدرا وسل قول وسل وات لهم عدا من الفخم المسلمين فيهم رب بعد ما ورد من الإجابة
كل غربة من الإمام والكاتبين بزور خاتمة أظلموا أبا جسم علم ناجم إمام في جميع الهيدا خطيب وزم ما أحلهم شاقي سلاح إلا أبسما تميز والوقت يمتاز بسما على سلامي تولي إليك رياهم نسر ناجلهم فتسبوا زارة الأكرم كل كن كأنهم بظهر الخير نحضر من شدة العزم لا من شدة العزم فرد غلاب الإدام باسهم ومن تكون برسول الله نصفة إن تلقى على أخذ بها جميع تجمي من يعتصم بك يا خير ولا شرفا الله حافظه من كل منتقم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهلكم ما تقوم به الذمة ليس هذا مع الأشكال في أجمع كم جدل كلمات الله من جد فيه وكم قسم القرآن من خاصمي أفاك في علم بالأمي معجبة في جاهلية وتأديب قدمت بمده أستقل به ذنوب عمر مدى بشير والخدم قال غني ما تشاء وإنه كأنني به وعد من النعم أضعت يا سباب الهلتين وما حصلت إلا على الأدم والندم فيا خسارة النفس في تجارة لم تشتري إلا بالدنيا ولم تسم ومن يبي عاجلا منه بعاجل يبي الله عنه في بيه وفي سلم إن أتي أمام ما أعلم بمنتقد من النبي ولا أوي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمد هو أول خلق بزمن لم يكن بمعاد أخذ في يدي والنوه لفق يد لك القدم أشعر أن يرم رجم كريما أو يرجع الجار منه غير مغتنم ومنذ عزمت أفكاري مدائها وجدته للخلف غير ولن يفوت الغنى منه يدا تربا إن الآية ينبت الأزهر بالأقل ونقرد دارة الدنيا التي اقتطفا يدادها يدف ما أثنى على الخارم يا أكرم الخلق ما لمن ألوز به سواك إنه لولي الهدف العمم ولن يفيق رسول الله جاءك فإن لي ذنبك الدنيا وداراتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلتي عزوها إن الكبائر في عقالك النمامي لألرى ما تربين يقسمها تأتي على حسب الإسلام في الخصم يا رب وجه رجالي غير منعكس لديك وجه رسال غير منخيم وتب عبدك في دارين إن له صبا متى تدعو الأوان ينعزم ولم يشرب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ولا لواصف ثم تابعين له على التقى والنقى والعلم والكرم ثم صلاة على المختار سيدنا هو
يا رب صل على محمد وعلى سادتنا الفضلاء وصل الكرم يا سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلوب ايتها قد اتى ستين مائة فرج بها قلبنا يا واسع الكرم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب وهذه البردة المغدر قد ختم والحمد لله في بدي وفي قدم مولاي سالي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم أبي بكر وقبر أبي حفص خليلي أهوج بالمعصب وانزلا ولا تبغي عن خيبه متهولا أكرم بمعنى تبغى منزلا أقو عباد الله بالمجد والأولى نبي له الأعلى لجنان مبارك بذاك الخلق لينا وشدتا ويا بذا منه ذما شاء امتتا إمام لرسل الله بدءا وعودتا ليخدم ذكره جميل ويبدأ أتم الورجاء وأبار الأولى له المدو يجلى والشفاعة توبه وأقول مبيل وروى جلالة وجاء بآيات مات كل قالة فمن شاك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق شاك بعد ألف دلالة زي فوق الخصوص مزية سنته إلينا قسمة أزلية مكانته في المرسلين علية إلى غدو السام وأقلا جلية فلا الوام يستولي ولا شاف يتلو فكم فاسد الأجراء وهو صالح أشراق
بدر صادعتي وشمسها وإن كان موضوعها على البر وصها أتاءت جن الأرض توعا وحنسها وفدين بسبق الفريق المبدأ وعاد البدائل وخير ونائل من غير قائل أعاد الآيات لو ورد لائل يسكت الهوى طريق مودع أحب النبي الهاشمي محمد وجلل ورزاته وأسلم ومهزك وأذيابه نفسه وأدواله يده أجاب له رحمن نشأ ومولدا وما زال ممن خالف الحق يبرأ على كل فن فدلناه فنه وأنفار الدين القويم وسنه فقد ساس إذا القلب ترى وجنه فإنا ذر في الخلق تعلم بأنه حرير وجنة فدا قول كفاره أصابته جنة فما هو إلا من جهنم جنة وعسى به الله الورى فهو مزنة تراوي صدى أو ذلة تتبيأ هواه إذ هوى والورى أسرى طلالات والردى وأن قال النور يدل ويقلع معود بإذن الله في كل حيئة وفي حال إلهك وفي حال النشأة فلما ذهب عزا ومجاب جوعة على النار قبل مشركين بوتأة والمصطفى المهبوب طبعا وقربة فقد ناس ستهزم قبرا وتربة أقول وعليه هوى ومهبة أحب رسول الله شوقا وإسوة لعلي غدا أنهو به والله في الرسل من بالهاشمي يشبه حرام عليه النار قلب أربه رسول كريم ما أسقط ربه ويد لأوالي القيامات هفه وأسلي فلي منه ملاذ ومرجه وسواكه يدعو به ولعلما وإلا فلا أنفاق داعي مرمى حيفا أسفى الغالة اللام والدمى والليل نصيب وسائل ورسبة فشك الفتى أدواءه ويتوره صلاة و
وتسلموا على قبر أحمد وقبر أبي البكر وقبر أبي الحفص فموتى إلى الدنيا وجندهم لا يسمو وعلى قبر الحسن مباغيلها أرض وعليها وشر الله يهدي وتوالوا بيسريب نور I'm
الإسلام فوق دارهم من الخمس لأبياء الأجم والغروب علىها بعد الغير منها معلمة عليم المسك لا يسمى إذا التمى عليك أنت من الغير الأمى وعليك تهدي القلوب من الأمى أطب سيرهم غطى قصيرات قربذا سجى يا رسول الله أمان فوقذا إذا شيء من الخير لم ينال أنجزا بديع سجى يا بو وقصد ولا أذى ومن ولا من وسبع ولا عذبا محمد الأعداء مقالا وهجتا شمي محمد لا قول ما يسمى إن تطوي نهار هيو لقد فاز من لبى وتافى وزاره يقول وقد أدنى الهوى من داره بحب رسول الله نرجو جواره وكل محب فالحبيب لو أسبى على قول أمدي وقول أبي بكر وقول أبي أبي نبي الله أزكى تعبدي لما هذا من فضل وفقر وسهولة أما شعر ما يدني له في توددي تعالوا فإن لي نبي محمد وديه كدار خبائل طلتي لم يكن حقه سعير المعنية لم الله سلكه والناس والمقتال لم يستجبه فلا جاسبه المقاهيك فوقه فقاها ألفاوى نصف الأمين قل المصطفى أكرم لي أفضل الهدى أسير بالقول منها وإن غلا والآخر المهدود في الفل عطوانا تبارك ربك مل المجد والولى بأفضال مبؤوس بأفضال من التي حساب الدعوى ويدير ومنه تعلمنا وصيغات أحيا شرائر كلها صلاها وتلاها قبل وتهدما هذا بتوفيق إلهي لدينه ولا وعي إلا من صفاء يقينه ولما أتاه ربه بأمينه لا لا أبرق البشر فوق جبينه وساء غمام الرات المستحيل الذي تيمم فيه ورد تقرب باسمه ولا تعرف شيء طريقة رسمه فقد قاسم المولى له غير قسمه فرك إلى
على أمداده نستجيبها
وعدوك الأعصار ما سابكيبها نقول وقد أضاد وقام غتيبها وتوالت الأمدار وازداد تيبها ولو أن لا تنقل لست قلتي صلاة وتسيم على قبر أمدي وقبر أبي بدري وقبر أبي أفسي على ذكر نبيه وأعتدي وحيوا به بالهادي تكريم موردي لأني في المحتاج والله أعتدي عليكم إلى مدينة نبي محمد إلى نال سلم محبات يوم سرى حيث لا إنسي يسري بذاته وقويت بأخلاقه وصفاته على هم من أدناده وشناته ثبته على الإتناد في معجزاته وباهيت وانا ما استطعته وابعده وإن ملاحظ من أبقاه فيه قدر ربه فلا ترجع إلىه ولا زاغ قلبه ثباتي يا نوحي سلم يغدى قربه ثبات بيت التالي أمن يهبه كثير الشياق والقدر لقد قاسم الله سيادات في الأزل لأحمد والإنسان في القول والعمل فلله ما أسدى ولله ما بذل سما ذرية ما والمساكين لم يزل له عنده ذل وريف وغيظ صلاة الهوى دنياه أبدى أسى الوجه فأرياك بمولاه ألفا قدوتي ولما تجلى جئت ويا نور خلوتي توا قبل نور الواي في النور خلوتي بغريب ريف مفردا يتحدث به فاستدي فهو النبي المطهر تخلى عن الدنيا لما هو أكبر أقبال يبغي الحق والكل مدبر سبيت منع القلب والجو أغبر كريم منع الكف والروض أساس وجاء لأخرى بأجلال مجرة وقد نادها الدنيا بأجلال نجاة وفي وجهة للعين أمتاع نزهة وقد سنع له يدا ليل شبهة فهلوا بأسائي وقيس المغرمس أفا مزأت رسم الدلالات وامها وأسباء سكران جهالات قوصها ولا أهلها للفام في كل منتهى سواتيب آيات كما مات الدهى فلا نازل في عينة يتريز هو الأمل الأقصى هو السر والمنى له شرف الأخرى إذا شار في الدنى شمائل منها الأوراق أو دنا ثمار لمن يعبد لا ذل والجنى فلا نال يدمى ولا في يرى واني كل معتدي وأقلع عن إفسادي كل مفسدي وفي كل من أهدي صلاحي ومقصدي سأل الناس مروب بباس محمد فلا وارد تغشى ولا أهل ينقض على فاتدى الخالق دون اتباعه فلا النجم إلا واخر عن يفعله فأما من استعصى فلا فرد سعيه إلى الله أطوف في ابتباع نبيه ولله خزان ولا كسبيه محمد المختار منه وليه وقابوه وقد أبدع بأتيه لكن جاي أمر بها وهو يلاز على سنة مولاه له خير سنة رسول لك شوقا له قرب سنة فلنا فرش المرشد من
دين زكا وخليفة ومدين أقله بفيه حقيقة ستجزى بنفس إليه مشوقة سنا يا سنا إليه جناني طريقة أخسر على جدوى فلست تعنت وقد نال ما يبغي وفاز اقتداؤه وينبو الى المختار كان اقتياؤه الا انه روح الفؤاد وراؤه سنائي وجهه فهو وامتداؤه فما لي بمخلوق سواه تشبثه وصلت علام القيوب بمرسل لنفسي والاخوان اشراف مرسل بمنه النبي الهاشمي المهجد يقوبي منكم ان فكر محمد يقول في المشرق له والمهدد به هدم الله المال وهدمه بالأون وتعييد منه أمدهم وصلوا عليكم نور منهم صوابي وإياكم على الله وعدهم وأنا لن نطافه يوم نبعثه صلاة وتسليم على قبر أمدي غار غرب آمن به بائه وهدى إلينا رحمة من سمائه رسولا شفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خير جزائه آثاروا أدواءه وتتبلجوا هو الطاهر المختار من كل طاهر من قول شاعر صلاة إشراك عن كل ناظر وللحق قياما أخار فسوى وفلا مقدم من النجم أهدف من العز أكرم من الأب أنب من الأم أرم جميل جليل في القلوب معظم بالأرض تزوى البريات تبهج إنا هدى الله السبيل وأودها ولا تهد الحق هوى فتزازها ولله ما أدلى وأزكى وأقواها جبينك نور الشمس في الشهر في الدعاء وعرفك ملاقى نسيم فنفسد له الهدي والسمت الذي دل فضله على أنه حب الإله وخيله عظيم وخير له خير كله جزيل ويخشى البرية تذله على البسط مبدود ولا الباب مرتج إشارته موجودة على خلقه على خلقه تكون بعد خلقه أوفق إذا ألوى زمن برقه إذا تنال قام بوجهه فمن كف بارا لا يتوجه مكارم تقوى وتلك المكارم خليل ويوم قائم صم صارم فلله من هو الخطايا جزائم جليل مزايا فهو وللرسل خادم وللحق قران وللرسل منهج انا بابي فوق السماك المهزوله ويكرم مسوانا ويرقى مهلنا الى نوس ونادون عمل وجلنا انا ربي الدهر خذوه فقلتنا يروح الى ما يشتهيه ويندبنه وما كل مصباح بنور بذاته وأما أمم القادر جلو عباده
ونبى ملك الموت هرد قناتي جواد الحصى والنار من معجزاته واسبوك من جزعه يهن وينشد عدو على أرياده أريهية ونفسه بأفعال الجميل سخية آيات في كل وجه سنية جواب بصوت موسى ودهية وتوفيق كل موفق ودنا بدين الحق كل موفق رسول لمسر والد المتوفق جدير بكل المال من كل منطق فمقدار أعلى ومرأة وبهجو. Allah we are wide, do the